ابني 15 سنة عمره، ضحكوا عليه وراحوا أخذوه مني ورحت جبته من المعسكر. ما راضي على روحته. أنا منعته أبوه منعه وأخواته منعوه. جبروا عليه أنه يسجل تقرير أنه هو استشهاد يدافع عن الدولة الإسلامية مالهم. انتحاري. فجر نفسه بالخالدية. بس كيف شهيد وهو شارك في قتل إخواته يعني المسلمين زيه زيهم؟ شهيد يعني ما بيدو، هو إجبار، جبروه ابني، جبروه شدوا بالمدرعة، ما بيدو طب العالمين يشهد إنه ابني شهيد. يا سيدي دمران على تيسون بقال تعالى بيشتاشر بصيرة ليش تطور لحيلة لا تزين. أخذوا ابني 3 مرات، رمى 300,000 وجلد أجلده هو ابنه يتلوم. يلا وفر عن الحجية تصعد. يلا سعيد وصلهم يوم دكتور نسيم. كملوا واجبهم سيدي. ايه كملهم شغلاتهم وجيبهم، خلي يرتاحون. إذا ما ترتاحون هناك والله كنا مبلورين مثل ما متبهدلين، لا مي لا كهرب لا معيشة، كل شيء ما كان أبد، بطل المي ما كان. وانتم منصورين إن شاء الله. عاد الأمن والأمان علينا. الموصل تقريبا حي الانتصار كفروها الحمد لله. احنا بس نريد ثبات شويه، نريد تعاون القوات الامنيه ويا المواطن. اهم شيء ما مثل قبل حتى يغلطون غلطه ما يتعاونون ويا المواطن. اهم شيء المواطن منه، ابن عم الجندي، ابن عم الشرطي، ابن خاله، يتعاونوا باخلاقهم باسلوبهم. العميد ركن واثق والحمد لله نقاش الشرطه. الان الارض اللي يمكن السيطره عليها من قبل الجيش والقطاعات الاخرى نحن نمسكها، وسيكون واجبنا المستقبلي ومسك مدينة الموصل تحديدا من الداخل. وروح بالدم نفديك يا رب، وروح بالدم نفديك يا رب.